طرطق ودانك واسمع اللي هقولك عليه كويس قوي وتنفذه بالحرف الواحد، مفهوم؟ مفهوم. انت هتروح لحكمة الفيلا، هتتخابس وتتلائم وتتمحلس وتلف وتدور تعيط وتتمسكن وترملها الجهاز ده في الفيلا. الجهاز ده جهاز تسلط بيشتغل بسيم كارد، كارت تليفون يعني، تتصل بيه تسمع اي حاجة بتحصل، فهمت؟ اوامرك يا باشا. تعالى رايح فين؟ استنى لعله دولار. انتوا هتنزلوا معايا تقفوا على باب الفيلا، اللي داخل يتقطر واللي خارج يتقطر، ووهدان وهدان خيط مهم جدا عينكوا عليه. اتفقنا؟ اتفقنا يا جنرال. لعله خير ان شاء الله. عريان بوب، انتوا هتبقوا معايا هنا، العربيات تبقى جاهزه تحسبا لاي طوارئ، اي حاجه هنتحرك على طول. كل عارف هيعمل ايه؟ اعتبره حصل. يلا يلا بينا. ابو سيدك يا ست حكمت، ابو سيدك، يعني انا وقفت جنبك وعرفتك الحقيقي، يبقى دي جزاتي؟ حصل ميت الكلام ده؟ النهارده الصبح، النهارده الصبح، وشاهين ده مراتي، دي مش وش بهبلي. قولي اللي سيديان يسيبها، هي مالهاش ذنب، ان شاء الله يخطفني. اهدى بس يا طاهر، اهدى مش كده؟ اهدى ازاي؟ اهدى ازاي وانا بقول لك ان مراتي مخطوف؟ انا مش مصدق سيدياها بيعمل معايا يعني كده؟ ده أنا خدمتكم بعيني. استهدى بالله يا طاهر، هلاقوا لها حل إن شاء الله. طب أنا يعني عايز بقي مية لحسن أنا ريقي ناشف من كتر الحزن. حاضر. هتضل لك الخير، هتضل لك الخير يا أميرة يا بنت الأمرة، هتضل لك الخير. المية يا ست حكمة، اداني حموت من العطش. اتفضل. اتفضل. تسلم بيك. تسلم بيك. ابو سيدك تساعديني. حاضر يا طاهر، ربنا يقدم ما فيه الخير. حضر لك الخير يا اميرة يا بنت الأصلة. انا همشي دلوقتي وهبقى اكلمك في التلفون عشان تقولي لي ايه الاخبار. بالاذن يا ست الناس. بالاذن. اتفضل. حصلت يا دياب خطف النسوان؟ دياب ايه اللي حببته ده؟ مالك شيطك ده ليه يا حكمة؟ شيطك ده؟ هي حصلت خطف النسوان كمان؟ في نحوتك يا كبير البطاطسي. وانت عرفتي كيه؟ طاهر جه يترجاني اتدخل في الموضوع. اسمعي، ما تتدخليش في الموضوع ده، واصل ده طاري وانا اللي هاخده. تاخد طارق من الحريم اياك؟ حريم رجالي، كبير صغير اي حد، ما هعتكش حد. واصل. اعجل يا دياب وقول لي انت فين دلوقتي. دياب، دياب، الو، ايه يا عمار؟ لا ما تقلقش طبعا، لا احنا مستنظرين قدام الفيلا، اي حد هيخرج هنقطره وهكلمك على طول. ماشي يا عمار. صباح. كله تمام يا ابو نسب، بس برضك ما عرفتش اوصل لاي حاجه. عارف، سمعتك وانت عندها وسمعتكم وانتوا بتتكلموا، وبعد ما انت مشيت هي كلمت دياب. وعرفت هو فين؟ هعرف ازاي ومخ تخيب؟ بقول لك هي كلمت دياب، يعني كنت سامعها هي بس، ولا جابت سيره عنوان ولا مكان ولا زمان ولا اي حاجه، هعرف من ايه؟ ولعل دولار هناك ما كلمونيش لغايه دلوقتي، ما قالوليش اي فواتير. ربنا يجيب العواقب سليمه. كفر علي.
في ايه؟ ابوس ايدك، ابوس ايدك، عايزه دكتور بتولد، هتموت مني. ابوس ايدك تولد تولد. مش عايزه اولاد. طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ لله. ايوه الو. ايوه يا ست حكمت، ست دياب عاوزك تيجي على المزرعه اللي احنا فيها دلوقتي. اجي اجي كيف؟ انا ما اعرفش طريقكم. اطلعي من باب الفيلا هتلاقي سواق واقف بالعربيه. وانا اجي ليه واعمل ايه؟ في ايه يا ودان بتفهمني؟ فيه مره عندنا بتولد ومش عارفين نعملوا لها ايه. بتولد؟ طب انا ازاي حالي؟